والمتابعة بقدم اللاعب بالحاج شكال. هذه العادة وهذه الركنية عرضية جميلة، خطير مهاري. رجع كرة ورا منطقة خطورة للجزائر، لمسة بعرضية تعدى والهدف. جميع اللي بيعملها محمد لاسات للمنتخب الجزائري، عدى بشكل حلو، عدى فرصة هنا جوه 18، ممكن فرصة التسديد. فكري مرة ثانية يلعب الكرة لعصام، عصام ممكن العرضية. عصام يا ولد يا عامر يلعبها ادم دجوي، ممكن تعادل، ممكن تعادل جزائري. خد شباك وليصبح التعادل. يعني واحنا مغمضين عرفنا ان ياسين هو اللي بيغطي هنا كرة، ودي التسديدة حلوة عبر تمس مع دخولنا الان للدقيقة 9 من الزمن الشوط. مكمل هنا اللاعب مسيل اجعودي، اجعودي عايز يعدي بمهارته، فتح لنفسه الزاوية لكن 89-91. شوف الكرة العالية على طول لعفاوي. يردها فرصة، واضح التسديدة من محمد رفيق عمر. يلعبها لنعماني لعمر.